بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم ذاكرة الأيام. يسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور خليف الطراوني، رئيس الجامعة الأردنية. مساء الخير دكتور خليف. مساء الورد. مساء الخير أيضا لأسرتك الكريمة اللي عم بيشاهدونا أكيد بالبيت. مساء الخير لكل الأردنيين، لكل مشاهدي نور مينا. بس بدي أحب أنوه بالبداية أنه هذا البرنامج هو برنامج البوح، إذا نجحنا في أن نستخرج ما في داخل الضيف من ذكريات ومذكرات وحكايا أحيانا لا يحب أو لا يجرؤ أو لا يتمنى أن يعرف أحد، إذا نجحنا في أن نستخرجها من داخله بتكون حلقة ناجحة إن شاء الله. وأنا مطمئن أنه الأستاذ الدكتور خليف الطراوني اللي مأخوذ عنك سيدي أنه شخص دائما عبوس، دائما مكشر، دائما كثير جاد، اكتشفنا أنك كثير حنون. صحيح. هذه صفة يعني اكتشفناها مؤخرا، وبدنا نقول الدكتور اللي جمع ما بين العلم والأدب والدفء الداخلي. فبدي أرحب فيك مرة أخرى وأقول مساء الخير إليك، مساء الخير لكل مشاهدينا مرة أخرى، وبنقول يا ميت أهلا وسهلا بالدكتور خليف الطراوني رئيس الجامعة الأردنية، وهو أستاذ غني عن التعريف، صاحب باع طويل في العطاء، له العشرات من الأبحاث والكتب القيمة، تخرج من كبريات الجامعات في العالم الأمريكية، لكنه ما يزال الأردني المؤمن بأن هذا الوطن هو خير الأوطان. بحب أعود للذاكرة الأولى يا سيدي، أقول من مواليد الخالدية. صحيح. في الكرك. نعم. ممكن تعطيني بس بداياتك، لأنه الحياة الطفولة هي اللي بتأسس الإنسان، فخليني أحكي عن جو البيت. خاصة عرفت شغلة مهمة، أنه أنت حتى وأنت في المدرسة كان عندك عقلية اقتصادية، يعني كان لك دكان ولك محل تجاري وكبرت هذا المحل وصرت صاحب مشاريع رغم الحالة الميسورة لأسرتك، مش هيك؟ صحيح. فخلينا نبدأ بالحياة الأسرية وطفولتك الأولى. صحيح. أولا يسعد مساك ومساء مشاهدينا الأعزاء. قرية الخالدية قرية صغيرة هادئة تقع جنوب مدينة المزار، لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك. في بداية حياتي، في بداية مولدي بالمعنى، كان جدي صالح الله يرحمه له قصر في القرية، قصر بمعنى طابقين، وتحت هذا أيضا في يعني أماكن لتربية الأغنام ولي الخدم والآخرين اللي بيقوموا على الزراعة. ميسور الأسرة كانت حالة. الحمد لله كانت من الأسر الميسورة، وبالتالي أنا آخر من ولد في هذا القصر، ثم رحلنا إلى بيت جديد تم بناؤه في الستينيات. في تلك الأثناء طبعا حول القصر لاحقا إلى مدرسة، ولاحقا لاحقا تم هدمه بكل أسف. في نهاية في بداية الحياة يعني هدمته البلدية مثلا؟ نعم، لأنه جاء بدهم يعملوا شوارع وبدهم يعملوا حديقة وما إلى ذلك، وعملت الشوارع ولم تعمل الحديقة، وبالتالي راح البيت. لكنه موثق هو في كتابات الدكتور أحمد عويد العبادي. الآن طفولتي يعني طفولة أي طفل مولود في بيئة قروية، ما في كانت عندنا لا كهرباء ولا كانت في مياه بالمعنى. أي سنة والله كان الحكي؟ كان الحكي ب 1958. كان في مدارس بالقرية؟ المدارس كانت يعني بيوت مستأجرة، يعني مثلا أنا بدأت المدرسة الابتدائية في بيت قريب من سكننا، ثم انتقلنا إلى بيت آخر، فبيت ثالث، حتى الصف نهاية الصف الرابع والخامس إلى مدرسة الحسيني الثانوي للبنين، واللي ما كانت ثانوية. تذكر بعض أصدقائك بالمدرسة، بعض الزملاء، مدير مدرسة، هل معلم، حتى نعيد لها الحياة روحها. صحيح. يعني هلا بتذكر مدراء مدارس وبتذكر بعض الزملاء لأنهم رافقوني يعني كمدرسة، دخلنا مع بعض بالأول ابتدائي إلى نهاية الثانوية العامة، فجزء منهم من أقاربي وأولاد عمومتي، فبتذكر يعني الغالبية العظمى منهم. بتذكر أستاذنا مديرنا الله يرحمه ميخائيل حوراني، الأستاذ شاكر الطراوني أبو عماد الله يديم الصحة عليه، بتذكر أساتذة محمد سليمان العيدي،
الأستاذ يوسف الصرايري أبو الرائد، بتذكر الدكتور الأستاذ علي نوفل، بتذكر صدقي عادي، بتذكر إبراهيم حرب، بتذكر أساتذة كثر يعني مررنا في صفوفهم وتعلمنا على أياديهم كل الخير وكل المحبة. ثم بدأنا في مراحل الحياة الأولى. طبعا مراحل الحياة الأولى إحنا يعني كأسر قروي بتعرف، لا كان في خادمات ولا كان في ناس يعني يقوموا على رعاية هذه الأسرة إلا الأمهات. نعم. وفي بداية حياتنا حقيقة يعني إحنا أختنا أجت متأخرة جدا، أجت يعني بال73، فأنا كنت أصحى بكير وأساعد أمي في أعمال البيت. وأنت بالمدرسة؟ وأنا بالمدرسة. نعم. أنا بالأول ابتدائي والثاني والثالث والرابع أصحى باكرا بعد صلاة الفجر تقريبا وأشتغل معها بأعمال البيت المنزلي وأجهز الإفطار معها لأخوتي، ومن ثم أخدم عليهم بالغسيل وبالأكل وأنظف. هذا الجانب الآخر للدكتور خليفة الطراون اللي القلائل اللي بيعرفوه، ولا واحد بيعرفه إلا أمي يمكن وأخواني. طيب إن شاء الله أنا بتمنى نسمع صوت الحج، يا رب الله يعطيها الصحة والعافية، أنه نسمع صوته ونمسي عليها، أكيد راضي عنك الحمد لله، والتوفيق يعني من رب العالمين لك، رضا الوالدين أكيد الحمد لله بيوفق. طبعا يعني نعم. هذا رضا والد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب. إذا كنت إيد بإيد مع الحجة نعم في بداية الأمر، ومن ثم طبعا لا في باصات للمدرسة كانت تقول لك الله يوفقك يا ابني باستمرار الحجة، الله يطولنا عمرها ويحماها دائما وأبدا، هي بتعطي الرضا إلنا ولكل من يمر بالحج. الحجة طيبتها يعني ونفسيتها وهدوءها وركازتها وتفاعلها مع كل الأحداث، سواء كانت أحداث اقتصادية، أحداث سياسية، أحداث يومية. الحج يعني من الأمهات اللي يعني اللي كلاس يعني بالمعنى المدني هلا، لكنها يعني جمعت بين كل الصفات اللي أي شاب حقيقة بتمنى أن تكون أمه: حنونة، قريبة، دافئة، متواصلة، يعني شو تعلمت صلة منها بالله يا دكتور؟ كثير يعني صلة الرحم مثلا، التقريب مع الناس، عدم الحكم المسبق، الحنية، التودد، البساطة، يعني كل هذه المفاهيم. طبعا هذه المفاهيم بيشربها الواحد من الرضاعة. بعد ذلك كنا نذهب إلى المدرسة، طبعا المدرسة سيرا على الأقدام يعني مثلي مثل بقية الزملاء والطلاب. يمكن خلافي عن الزملاء أنه بعد العودة من المدرسة كالعادة، بعد العودة من المدرسة بقوم أنا بمساعدة الوالدي، ومن ثم بقوم بأعمال المدرسة واللي كانت بسيطة يعني نسخ أو حفظ أو ما إلى ذلك. وثم لما وصلت للصف الرابع ابتدائي كنت أتوجه مع والدي رحمه الله أو بدلا عنه رحمه الله في إدارة بقالة، كان يعني كان لنا مجموعة بقالات، واحدة منها كان دائما يعني الأسرة كان أنت اتجاه أو مال اقتصادي الأسرة. نعم الأسرة من جدي الله يرحمه كانت أسرة من الأسر اللي معروف عنها في كل محافظة الكرك، اللي عندها الأراضي وعندها التجارة وعندها الزراعة وعندها يعني الأموال اللي من ضمن الأسر اللي كانت موجودة، يعني ضمن الإمكانات البسيطة اللي كانت موجودة. يعني الثراء أيضا لم يكن هذاك الثراء الفاحش بالمعنى، لكن مقارنة نعم من الأسر الميسورة اللي تؤدي واجبات الدينية والقيمية والحياتية على أكمل وجه. وبالتالي كنت أيضا أقوم بأعمال البقالة وأقوم أيضا بأعمال الزراعة مع الوالد، وكل الأمور اللي تتطلب من أي شاب أنه يقوم فيها، لكن كأني أسبق من عمري في وقتها. إخوانك كانوا يقوموا نفس الدور؟ هلا إخواني كل واحد له شخصيته المستقلة، جزء منهم نعم كان يقوم بأعمال التجارة أو التصنيع أو غيره من الأعمال، جزء منهم كان ماخذ الجانب الشيخة والسياسي بالمعنى، وهذا الكبار دائما بيكونوا مثل هيك، والجزء الصغار اللي يعني انولدوا لاحقا كانت الحياة أيضا اختلفت. نعم. يعني كان شكل البيت مختلف، تقنيات الحياة اختلفت، الكهرباء كانت وصلت، يعني احنا الفترة العمرية اللي متحدث عنها لسنة 80 ما كان في الخالدية كهرباء، ولا كانت في مياه البلدية وأصله من أصله، ولا كانت في هذيك الشوارع المعبدة. نعم. باستثناء شارع واحد صغير، فبنتحدث عن حياة قروية، حياة بسيطة.
بعد الثمانينات اختلفت، شكل البيت اختلف، الأدوات المستخدمة اختلفت، وبالتالي تربيتهم وتنشئتهم يعني شافوا طراوة حياة خلينا نحكيها أفضل بكثير من اللي انولدوا مسبقا. وهذا يعني هذا كل الشباب في ذاك الفترة يعني حقيقة. يا دكتور بدي أعود بس موضوع انه كان عندك دكان بالصف الخامس، كانه بالرابع ابتدائي، رابع ابتدائي كان عندك دكان. شو كان شعورك لما كنت تشعر انه هذا الدكان لك وانت كنت يعني تاجر؟ شو كان شعورك وانت في هذيك السن؟ صحيح، هلا كنت انا شعوري نحن مش يعني الي الدكان. كنت انا اشعر بانه انا اقوم بالنيابه عن والدي بتاديه هذه الرساله، ومن ثم اكون فرح ومسرور في تحقيق اي ارباح او اي مشاريع من خلالي الى الاسره، وبالتالي أعطتني أيضا استقلالية في الشخصية، وأعطتني حب وتقدير واحترام شديدين لوالدي رحمه الله بأنه أعطاك ثقة على يعني صغر عمرك أنك أنت تمارس أعمال تجارية وباستقلالية، يعني أنت اللي بتدير الأمر المالي على صغر عمرك، أربع يعني صف رابع نتحدث عن 10 سنوات ل11 سنة، فأنه أب قروي بيعطيك صلاحيات. كان دكاني فيها يعني الأساسيات البقالة، بتعرف بقالات الصغار القرى. في القرى يعني تشبيها مثل المول، هلا الدكان غرفة واحدة صغيرة كل شيء فيها، نعم فيها يعني مواد تموينية، فيها بعض الأقمشة، فيها بعض الأحذية بعيد منك، فيها بعض المشروبات الغازية، فيها الكرش بالذات هذه قضية الكرش قضية ثانية. هذا تعرف لما يعني أنت في جو قرية طبعا مش مثل المدينة، لا في ثلاجات ولا كان في كهرباء بنتحدث، فقصة الكرش هي قصة يعني غريبة. جبنا ثلاجة السيارات الكبيرة اللي هو كان عندنا إحنا سيارات شحن، فبتعرف لما بفكوا هذول بيحتفظوا فيهم، فاسمه ثلاجة هو بالسيارة، بس هو حقيقة يعني صندوق حديدي فضي اللون، فكنت أحط فيه مي ونحط فيه الـ يعني كازوزة. الجازوزة أو علب الكرش هاي. تتذكر قديش كانوا يبيعوه هذيك الأيام؟ أنا متذكر بقرش ونص إذا من الصندوق مباشرة، وقرشين أو ثلاثة إذا مثلج باعتبار. يعني حتى أنك أنت تأخذ سوق احتكاري للقرية، متذكر شريت 40 صندوق وقتها إذن، وأخذنا نبيع مثل هذه المشروبات الغازية في البقالة. طبعا بالإضافة إلى أنك كنت تصحى الصبح وبتشتري الخضار والفواكه بالمعنى، أيضا كان في البياعين بيصحوا بكير من القرى اللي فيها المواد الزراعية هاي، وبنلتقيهم إحنا قبل الوصول إلى القرية حتى أنك تفاوضهم، ومن ثم كنت تقوم بهذا الدور؟ نعم أنا كنت أصحى باكرا أيضا وأقوم بمثل هذه الرسالة قبل ما أروح للمدرسة، وبعد ما أرجع من المدرسة وأخلص دراستي كنت أجلس في البقالة لغاية الساعة 7 تقريبا، وحتى أحيانا لما كان يكون في مثلا وقت الحصيد وغيره كنت أنام بالبقالة في العطل الصيفية، لأنه بكون نهار طويل وعتم الدنيا وما إلى ذلك، فكنت يعني أقضي الليل هناك. فهذا حياة البسيطة البدائية لما نتحدث عن أسواق التجارة. طبعا توسعنا فيها مع زيادة العمر بالخامس بالسادس بغيره، صرنا يعني نتضمن بعض المزارع المحيطة أو بعض القثائيات اللي موجودة في القرية، والله دائما وأبدا بأخذ باليد وبتتوفق الأمور. هذا في بدايات المرحلة التأسيسية. كأني عرفت يعني بعض القصص أنه حتى في لعمك كان دكاني أيضا أنه ضمنته منه. هلأ في عنا كانت بقالة موجودة للحج إبراهيم الطراوني الله يرحمه، وهو يعني من شيوخ القرية ومن الناس اللي بيعرفوا ربهم كويس، فلما كان يجي الوالد الله يرحمه يجلس في البقالة، فكنت أشعر أنا أنه يعني إحنا اثنين في البقالة بصير ازدحام، فكنت أطلع وأشتغل مع الحج إبراهيم أيضا في بقالته في الفترة اللي بيكون فيها الحج في بقالتنا، فبالأجرة أيضا بأجرة زهيدة، يعني بتعرف يعني الفلوس ما كانت هي المحك الصحيح، يعني كانت أنه أنت كطفل كابن صغير كولد في المدرسة بتحب أنك أنت تشارك أولا في الإنتاجية الأسرة، ومن ثم تعتمد على نفسك، وهذه يمكن الرسالة اللي من وأنا صغير كنت أؤمن فيها.